سؤال أولا، بغيت نقدم أحر تعازي للعائلة تاعت ولدنا أسامة، العائلة ديالو، الأب ديالو، الأم والإخوان ديالو، والعائلة الودادية كلها. هذا واحد الفقدان اللي كبير اللي أثر علينا بزاف، لأنه ولد زوين، كان منا وغيبقى ديما منا، وغادي نحاولوا ما يمكن إن شاء الله باش هذا داكشي اللي في خاطره إن شاء الله نحاول نحقه عليه بإذن الله. إلى رجع للسؤال، المباراة ف نهائي، احنا مفتخرين لأنه قدرنا لحد الآن نشرفوا الكرة المغربية ونوصلوا للنهائي. كأس ليه هي صعبة جدا، باش تلعب في لافريك كل دو تروا جور، تنهضروا على سفرات تاع 5 ديال 6 ديال السوايع، ليميديتي، هذا تيدل انه اولا عندي واحد الجروب ديال الرجال مونطالمون تري فور، تيستاو حتى الفريق تاع الترجي بكاع لي كونديسيون ديالو وكاع داكشي اللي عرفنا عليه، حاولوا ينتصروا ونجيبوا تأهل اللي احنا كيف قلت لكم مفتخرين به. ولكن هذا نهائي، هذا نهائي، هذه مباراة أخرى ضد فريق آخر. تنقول هذه المباراة هذه ولا هذه المباراتين الاثنين غادي تكون كرة القدم ضد كرة القدم، ما كاينش حجرة على الطوبيس، وما كاينش هذا تيجبد من لهنا وهذا تيهضر من لهنا، الكرة مع الكرة، هادشي اللي بغينا. بالنسبة لنا احنا نتيستو الصين، نشوفو فين وصلنا في الكرة. احنا تايقين وانا تايق في القدرة تاع اللاعبين ديالي، غادي نرجع عاوتاني ليدونتيتي والفلسفة اللي بغينا هنا نديروها في فريق الوداد، وان شاء الله تكون حتى البلاد ديالنا، غادي نحاول ما امكن باش نجيستيفيوها في هاد المباراتين. الجو مزيان، تنعاود ديما هنا الفال زوين بدا من الاول، وداك الفال باقي زوين حتى اليوم، وغادي يكون حتى الحج ان شاء الله. تنتمنى ان شاء الله نكملوها ان شاء الله. سؤال كذلك لأيوب العملود. أيوب، كيفاش داير روح المجموعه من بعد التاهل ديالكم للنهائي الافريكان فوتبول ليغ؟ السلام عليكم. بهذه المناسبه بغيت نترحم على الاخ ديالنا اسامه فالوح، الله يرحمه يا رب، الصديق ديالنا اللي صراحه يعني ولد الناس، افتقدناه صراحه. المهم باسم اللاعبين كنجدد عليه الرحمات، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للتحضيرات، الحمد لله كتمر التحضيرات في أحسن الظروف، أهم حاجة أن كاع اللاعبين في صحة جيدة. نتمنى إن شاء الله نحققوا شي نتيجة إيجابية اللي تخلينا نلعبوا بأريحية إن شاء الله في الدور ديال الإياب. بالنسبة دائما مباراة الذهاب فتتحاول ما يمكن باش تحقق واحد النتيجه ايجابيه. اشنو هي النتيجه الايجابيه؟ تسجل اكثر عدد ما يمكن، وسيرتو ما تونكيسيش لي بيت. الا انه تنشوف، انا بالنسبه ليا تنشوف كل مباراه بالسيناريو ديالها، يعني انه النتيجه اللي تدير في التعب هي تعطيك واحد كما تنقول واحد لو ستارت واحد المباراه الثانيه، يعني المباراه الثانيه خاصك تتاقلم فيها. نقول لك تربحنا بجوج لزيرو هذا صافي تجيب باكو تستي، ولو كونتري حتى هو الا ما ديرش شي نتيجه ولا هذا، سي دو ماتش، هادو دو ماتش، سورتو لادفيرسير اللي غادي نلعبوا معاه سي ديفيرون على لي زادفيرسير اللي لعبنا معاهم. سي ان ادفيرسير اللي تيلعب الكره، انا تنظن انه غادي يكونوا، حنا بغينا نلعبوا الكره، تنظن انه غادي يكونوا مباراتين اللي مفتوحين بجوج. الا انه انا متفق معك، هنا في البلاد ديالنا، في الجمهور ديالنا، غتحاول ما يمكن باش دير واحد النتيجه اللي تقدر تخدم لك المصالح ديالك في جنوب. هادشي واعيين به، هادشي الا انا كمسؤول اول تنجري السيتوياسيون كيفاش دايره. بغيت كما قلت لك النتيجه والاداء، ولكن في شي دي مومون جو سوي رياليست، درتها في الكاليفيكاسيون تاع تشامبيونز ليغ، ودات نديرو حتى دابا ونجري لو ماتش، سا ديبون على حسب لو ماتش كيفاش داير. اهم حاجه هو انه هذاك الشيء يكون باراليل كما تنقولوا. غاديين احنا الهدف ديالنا هو تكون النتيجه والاداء، احنا غاديين فيها الحمد لله، النتيجه دابا مزيان، نحاولوا ما امكن نجيستيفيوها ونحاولوا نديروا كما تنقول لو بريمير بوان ديالنا ان شاء الله غدا هنا يعني في البلاد ديالنا.
السلام عليكم سي عادل قرده قناه ثانيه طبعاً الحال تحيه ل سي بون قرده سي بون تحيه لعملود تحيه لعملود وتحيه لكل الزملاء الصحفيين. السؤال هو يمكن بزاف الناس كانوا كيرشحوا ميلودي سانداوز النهائي على اعتبار بان القوه ديال الفريق. سؤال مباشر سعادي، انت هضرتي على فريق ميلودي سانداوز اللي كيعطي اطمئنان. النهار اللي شفناه بانه تاهل الفينال كنقولوا غنلعبوا مع فريق اللي كيلعب كره على ارضيه الملعب، ما كاينش هذوك مشاكل الضغط الاعلامي، مشاكل اللي كتكون خارج ارضيه الملعب. غنسولك سؤال مباشر عادل، يمكن كاين بزاف ديال اللاعبين ديال الوداد اللي كيعرفوا تمام المعرفه فريق ميلودي سانداوز وسبقوا وجههم في مجموعه من المناسبات منهم جبران، فواش هذا المعطى ممكن يعني يسهل يعني المأموريه ديال فريق الوداد الرياضي ولا يساعدك يعني بصيغه اخرى؟ ونقطه اخرى هي ميلودي سانداوز يعني خارج الميدان ديالو ما كنتبعوش كيتكتل الدفاع، يعني الفرقه اللي كتلعب كره سي عادل وحتى الجمهور يمكن هذوك المشاكل اللي هضرت عليها الجمهور ملي كيشوف الخصم كيلعب كره كيصفق عليه، فهذه واش امور ممكن تعطي اطمئنان اللي كنت يعني في هذه الموجه ديال النهائي سي عادل؟ بالنسبه لي انا ما تنامنش بانه كاين شي حوايج اللي تيسهلوا عليك المأموريه. حاجه وحده اللي تنامن بها تسهل عليك المأموريه هي هذا اكود بريبريشن، تنقول لك تكون تحضير جيد، تكون ريدي، تكون واجد، هذيك هي اللي تعطيك هذا. الا دير البلون ديالك تخدم يكون عندك شي في المحل ديالو، تكون مونطالمون واجد، هذيك هي اللي تعطيك اكبر الحدود. قضيه لادفيرسير ما فيش صداع، هاد مسائل ديالو جوج لعاب عندنا تجربه لعبوا مع سان داوت، ماشي حنا عندنا جروب لي جديد، ايكيب لي جديده، حنا خاصنا نكونوا واجدين فيزيكمون مهمه، لان الفيزيك عنده علاقه مع المونتال. هذاك حنا كونترولينا الماتش ديفونسيفمون في تونس، وفي لو مومون فاش تماركا عندنا لو بوت كانت هفوة تكتيكية اوكي، ولكن تماركا عندنا البيوت، جا واحد لو مومون تاع جوج ثلاثة دقائق تنقولوا شوية هذا عندها علاقة مع الفيزيك، ولكن الدراري مونطالمون كانوا قويين عاوتاني رجعوا للمباراة. وهذا باش نرجع لك للسؤال ديالك، حنا خاصنا نكونوا واجدين، وعلى الفريق ديالي إلا يكون واجد مونطالمون فيزيكمون وهذا الشيء اللي تنشوف، فتنظن انه اي فريق نقدروا نفوزوا عليه، وغادي نحاولوا هذا الفريق ان شاء الله نكون ننطلقوا من القوه ديالنا حنايا. منصف تفضل. السلام عليكم، منصف عدي ميديا ان تي في، انا كوتش. سؤالي الاول الكوتش هو انا بعد المباراه ديال الترجي والتاهل الصعب هناك في قلب راديس امام الترجي التونسي، خصوصا المباراه كانت عندها واحد الاهميه كبيره للجماهير الوداديه من بعد الاحداث ديال نهائي 2019، وايوب راه من اكثر اللاعبين اللي غيكون عارف التفاصيل. شفنا واحد اللحظه انا عادل كانوا دموع من بعد التاهل، واش نقدروا نقولوا ان المدرب يعني بعد عليه واحد الضغط وحجم مسؤوليه بقيادته النادي من حجم الوداد الرياضي، وخصوصا انا جات في واحد المباراه اللي كانت عندها اهميه كبيره للجماهير الوداديه. سؤالي الايوب يعني من بعد يعني المواجهات الكثيره مع سان داونز جنوب افريقي، كنعرفوا ان الفريق يعني بين افضل الفرق من الناحيه الفنيه وكتعتبر من انه كيتميز بلاعبين مؤهلات يعني عالميه، كيفاش وجدتوا لهاد المباراه من الجانب النفسي وكذلك البدني؟ شكرا. كنظن ان حنا عارفين حجم المباراه ما غاديش تكون سهله، حنا عارفين ان ميلودي سان داونز كيستحوذ على الكره داخل رقعه الميدان. كنظن ان جزئيات بسيطه اللي غادي تخلي المباراه يعني باش تفوز بالمباراه. احنا متحضرين لهذه المباراه، كنتبعوا التعليمات ديال المدرب، كنشوفوا نقطه القوه ديالهم ونقطه الضعف، نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ونحققوا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله، واللي تخلينا نمشيو ان شاء الله في البريتوريا نكونوا في اريحيه كبيره. كوتش بالنسبه الى رجوع الدموع هذا، بالنسبه لي ما كانش دموع تاع الضغط ديريكت تاع البريسيون تاع لي ماتش وداك الشيء، باسكو علاش نورمالمون الا كان الضغط ولا هذا الحمد لله دزكم جوار ودز زعما في دي سيتياسيون اللي تتماناجي نقولوا الضغط هذا بيان سور تتحس به وتتحاول ما امكن باش تقدم، لان مسؤوليه وبغيتي تفرح الناس، هذيك هي اكبر مسؤوليه.
بالنسبه لي انايا بالنسبه ليا كانت واحد ليموسيون اللي خرجات خاصها تخرج واحد المره، لانه ما تنبغيش نهضر في البريفي ديالي وداك الشيء، ولكن كاينين حوايج لي هذا كما قلت لك فاش كملت الكره رجعت لترونجي 9 سنين القرايه وهذا، ولكن كان عندي واحد التحدي مع راسي، كان عندي واحد التحدي مع راسي، وهذاك التحدي ماشي سهل ماشي سهل، يعني تيجيك دي سيتوياسيون فوسط العام فوسط هذا اللي تقدر تلاشي، والحمد لله كما نقول لك بجهد الله وبرضات الوالدين تغلب الواحد هذا، جات لي سيتوياسيون تاع ليكيب ناسيونال ما كتبش الله فيها، او ثاني جات الوعد، ولكن الهدف ديالي كان هو ندخل البلاد ديالي وندير فيه. فهذاك لو مومون تنقولوا داك الشيء اش قلت احسن فهذا في المسيره ديالي سي لو برومي مومون، بحال نقولوا في المثال اعطاني شي حاجه رجعت، اعطتني واحد الثقه بانه هذا، ولكن الله بديت هذيك هي رياكسيون، تنقولوا رياكسيون ماشي زعما راه وصلت ولا هذا، سي رياكسيون هذا. بالنسبه لي عاد بدات الخدمه دابا، عاد بدات الخدمه، عاد حلات الجلسه اللي تيقولوا هذا. تنتمنى ان شاء الله الثقه ديال الناس، انا قلت لك هي اهم حاجه، الثقه ديالتكم في الجمهور والثقه الدراري اللي دايرين فيا، باسكو الدراري دياولي بحاجه اللي تنقول لهم تيديروها، علاش تيديروها؟ باسكو تايقين فيا، هذاك اللي تنحاول ما امكن باش نساعدهم، لانه في الاخر كلشي غادي يستافد، وانا الهدف ديالي هو في هذاك اخر مومون في هذاك الوقت اللي مكتب ليا مع هذا الفريق الكبير، هو انه الى نشوف هكا نكون مفتخر بهذوك اللعابه ديالي بالناس ديالي بالجمهور ديالي، انه قدمت لهم واحد العرض اللي يشرفنا ويشرف البلاد ديالنا والكره المغربيه. سؤال اخر تفضل. السلام عليكم، صلاح الدين فرحاتي موقع الانباء تي في. سؤال موجه للاستاذ عادل وكذلك العملود. كنعرفوا فريق ماميلودي سان داونز كيلعب يعني كيحاول يمتص الحماس ديال اللاعبين في الملعب، يعني ملي كيشد كره كيحاول يمتص يعني يهدئ اللعب، يعني بالنسبه لكم انتم كفريق الوداد الرياضي كيفاش غادي تتعاملوا مع هذه الطريقه ديال اللعب ديال ماميلودي سان داونز؟ كما قلت المباراه يعني كتلعب على جزئيات بسيطه، حنا عارفين تقريبا راه لعبت ضد فريق سان داونز تقريبا اكثر من 10 الماتشات دابا، يعني ديما صراحه كنلقاو صعوبه معهم في استحواذ ديالهم بالكره، يعني كيبقى واحد جزئيات بساط هما اللي كيربحوا الماتش. نتمنى ان شاء الله حنا نكونوا في المستوى الكبير ديالنا، حيت حنا فاش كنكونوا في المستوى راه كنفوزوا بالمباريات. نضيف على الكلام تاع ايوب انه لورغانيزاسيون مهمه، الا نهضروا كما نقولوا تاكتيك، لورغانيزاسيون مهمه بزاف، الا تلاحظ انه الا نهضر على الكومبيتيسيون افريكان انه لورغانيزاسيون ديالنا عاونتنا في لي ماتش كلهم، لا ديفونسيفمون لا اوفونسيفمون تنكونتروليو لو ماتش بالطريقه ديالنا، نقولوا في المثال الترجي هنا دومينينا هنا عندنا في كازا، ولكن حتى تما يكونترولي الماتش ديفونسيفمون الى خرجنا هذيك الهفوه، اني با لا ميم شوز دوما تري امبورتي لورغانيزاسيون، لانه المعادله سهله تنقول الى نشوفها من هذاك الجانب السهل، هو انه الى حديتي من الخطوره تاعت الخصم وكنتي بيان اورغانيزي ما تحط ليه من الخطوره ديالو، وتقدر من بعد عاوتاني تفرض القوه ديالك كما قال ايوب، حنا تنطلقوا من القوه ديالنا لورغانيزاسيون ديالنا لا ديفونسيف ولا اوفونسيف، وخاصنا نكونوا كما تنقولوا ان شاء الله واجدين باش نكونوا في الموعد. سؤال اخر تفضل. سي عادل عبد المولى السبائي صاحب شوف تي في، بالنسبه للتاجيل ديال المقابله اللي غادي تكون ان شاء الله ديال الروتور الى يوم الاحد، واش هذا الجانب هذا غادي يلعب لكم الجانب واش مزيان لكم الجانب اللي غادي يرتاحوا فيه اللعاب؟ ايوا نهار زايد الراحه بغيت تحيدوا لنا خويا نعسوا شويه ونتسرحوا شويه، وهذا معني السفر قريب. لا جاف بالنسبه صامدي ولا ديموش بعدا، واحد المساله اللي ايجابيه هو انه ما بين التعب والاياب كاين ايامات باش يتسرحوا الدراري، لانه انكرويابل هذا لو ريتم، انا ما تلعبش وعييت، يعني تتحس بداك داك العياء، ترى تبارك الله تيلعبوا هذا يعني برافو. دابا هذا الماتش حتى هو فيزيكمون كاين لو رول ديالو، لان لعبنا ميركوري هذا، تنهضر شي على لي دو زيكيب، لي دو زيكيب زعما كاين غادي يكون واحد العياء،